السؤال الثالث حفظكم الله تعالى وبارك فيكم وأمد في عمركم في طاعته. السؤال الثالث يقول: ما صحة قول بعض الناس لا يرد على العالم إلا عالم؟ هذا إذا حصل يعني إذا سكت مع العالم ولم يوجد عالم يبين الحق، وكان عند هذا المستصغر عنده الحجة والبرهان، فعليه أن يقدم ما عنده شاهد أن العالم والطالب العلم لا يتكلم إلا بعلم ولا يقوم في أي أمر من الأمور إلا بعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كله لك المسؤولة، ولا تكبر ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كله لك المسؤولة، فالقول بجهل في أي قبيلة صغيرة ولو كان من عالم مرفوض وغير مقبول وحرام، وقد يصل إلى درجة أكبر من الكفر بالله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى تدرج في هذه الأمور من الأصغر إلى الأكبر، فأكبر هذه الآثام والكبائر أكبرها القول على الله بغير علم، لأنه يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الكفر، يدخل فيه البدع، يدخل فيه المعاصي إلى آخره. فأصل البلاء هو القول على الله بغير علم، والقول باسم الله وباسم دينه بغير علم. فإذا كان هناك طالب علم يعني عنده علم في قضية وعنده دليل وبرهان فيها ولم يتكلم العلماء فليقل الحق. نعم.